أغمض عينيك يا صغيري، أغمض عينيك وكن مطيعاً. هيا للنوم للنوم يا صغيري، هيا للنوم للنوم يا صغيري. حسناً فهمنا، أنت لا تريد النوم. غوتشيغا، من خرب السجادة برأيك؟ لا أدري سيدة مالهم. ضعي أورهان في مهده. عندما وبخت السيدة بالا غونجا تغير وجهك. لم أفهم يا سيدة مالهون. ماذا تفعلين سيدة مالهون؟ ما هذا غوتشيغا؟ قلت لك ما هذا؟ أنت التي فعلتها صحيح؟ سيدة مالهون، أنا إياك أن تقومي بفعل كهذا مجددا. اخرجي ولا تدعي عيني تراك. لدي ما أخبركم به. هل هو خبر خير أم شر سيدي؟ اصبر أيها الحداد، اصبر. ما هو الخبر سيد عثمان؟ سأخبركم به. متى سيدي؟ عندما يحين وقته ستعرفونه جميعا. من يريد الذهاب يمكنه ذلك. الطريق جاهز، ومن يريد المجيء يمكنه ذلك دائما. المكان جاهز، ليعلم الجميع هذا. هل تسمح لي سيدي؟
ادخل. أهلا بك أيها البابا. فلتنم نوما مريحا الآن، وغدا سنتحدث سويا. لا يوجد ما نتحدث به. لا تمنع رجالك، دعهم ينهون أمري لينتهي أسري. ما عدا حمايتنا لسلامتك، لم نشهر سيفنا بحضورك يا حضرة البابا. لو كنت مكانك لكنت دعوت طوال الوقت ليستمر الأسر. إذ أن روحك ليست آمنة في أي مكان عدا هذه الخيمة. رقت صديق لي، وهو أيضاً من المؤمنين بعيسى. الدنيا تكذب أحياناً، لها ألف لون ولون أيها البابا. استرح الآن وسنتحدث سوياً بالأمر غداً. حدث خير سيدي؟ خير خير. إن البابا وجد أن خيامنا هذه أفضل من القلاع المبنية من الحجارة، ووجد دروعنا المصنوعة من الجلد أأمن من الدروع المصنوعة من الصلب، ورأى أيضاً أن الحقيقة عندنا، لذلك سنستضيفه جيداً. أمرك سيدي. سنستضيفه بأفضل شكل سيدي. سلمتم، سلمتم، تفضلوا. هيا بسم الله. أخي فلتبقى أنت. أود أن أخبرك أولاً